في يومه الثالث يواصل أسبوع بريف الدولي للقتال منافساته بمشاركة أكثر من 50 فريقا من مختلف دول العالم، وضمن الأدوار المؤهلة للربع النهائي تنافس نحو 130 لاعبا ولاعبة، بينهم 8 يمثلون الفريق البحريني، منهم من تابع المشوار وتقدم ومنهم من لم يحالفه التوفيق. البطولة فوق الرائعة، ولقد تحدثت مع رؤساء اتحادات بقية الدول لفنون القتال المختلطة وكانوا راضين جدا عن هذه البطولة، فالتنظيم بشكل عام جميل، خاصة إن اللجان المشاركة في التنظيم لديها خبرة جيدة. أنا سعيد جدا للأداء الذي يقدمه المقاتلون، وأفتخر بوجود طاقم طبي محترف أفضل من أي طاقم رأيته في البلدان الأخرى. إنه لتنظيم مذهل في الحقيقة، لم أره منذ 14 عاما، وهنا نتابع الكم الهائل من المشاركين، واستضافة هذه البطولة في البحرين تعطي انطباعا جيدا بسبب المستوى التنظيمي الذي سيشهد تعاونا لاكتشاف المواهب وتوزيع الأدوار بلقاء، وهذا ينبئ بأن هذه اللعبة ستحظى بتطوير كبير في مملكة البحرين. أنا كامرأة مستعدة لتمثيل بلادي وسعيدة بالتواجد في مملكة البحرين التي أبهرتنا بهذه البطولة التي يشارك فيها العنصر النسائي في كل الفئات والأوزان. ليس هنالك اختلاف بين الرجل والمرأة، فكلاهما يتنافسان بنفس الاهتمام ونفس المعايير. وفي لفتة بارزة شهدت مؤازرة سمو الشيخ خالد بن حمد لحظة بلحظة لمقاتلي الفريق البحريني، حرصا منه على حصد النقاط وكسب الألقاب ومنح المملكة الانتصارات المشرفة. طبعا الشيخ مؤازرته وقفتنا ويانا يعني من أول يوم الحمد لله، يعني وإحنا متأكدين يعني المؤازرة مو بس في الكورنر، في كل شيء ما شاء الله الشيخ خالد، وما شاء الله يعني اللاعبين طبعا في الكورنر يوم كل يوم الشيخ خالد تشوف معنويات مرتفعة، طريقة اللعب وايد أقوى، كل شيء 100% غير. وفي إطار هذا المحفل الرياضي يواصل المعرض المصاحب لهذه البطولة خطف الأنظار باستقطاب عدد كبير من الجماهير لما يحتويه من عروض وبرامج منوعة. في هذا المكان يتهافت محبو الإثارة والتحدي، عشاق هذه اللعبة أتوا من كل حدب وصوب من البحرين ومن خارجها ليشهدوا حدثاً رياضياً عالمياً يستحق التعني. لتلفزيون البحرين صالح يوسف.